اقتصاديا أجمع المشاركون في الاجتماع التفاكري حول تسعيرة الأدوية أن حل أزمة الأدوية بتوفير النقد الأجنبي والطاقة. وأكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني التزام الحكومة بتنفيذ القرارات المعلنة لدعم مصانع الأدوية المحلية لحل الأزمة الشاملة. وأوضح المشاركون في الاجتماع الخاص بتسعيرة الأدوية المحلية أن حل أزمة مصانع الأدوية يشمل توفير النقد الأجنبي لتغطية استيراد المواد الخام والكهرباء والوقود. ومن جانبه أوضح دكتور أحمد البدوي الأمين حامد مدير مصنع أمي فارما للأدوية أن التزام الحكومة بتنفيذ القرارات المعلنة لدعم التصنيع المحلي يساهم في حل الأزمة. هينعكس على المواطن كنسبة كيف؟ من ناحية الحكومة هي بتتكلم يمكن بلغة نحن ما الناس في السنين الفاتت ما كانت موجودة. بتتكلم عن انه يا اخي هي حتدعم وعندها الرغبه تدعم، وده موقفها الاساسي في انها هي تدعم الصناعه الدوائيه بحيث انه هو يتوفر الدواء. لكن بتتكلم عن المنهجيه ذاتها بتاعت الدعم، بتتكلم عن انه الصناعه المحليه المفروض تقدم ما متطلباتها هي تجاه الدوله بشكل دراسه وانعكاس ده على المواطن. افترض ذاته الحكومه كانت هي تدعم الدواء، فاتورة الدعم الدواء هي 500 مليون دولار تقريبا، وهم مبلغ بالنسبة للدولة ما مبلغ كبير. الزيادة هي بالنسبة لشركات الأدوية صراحة هي لازم تزيد، ما هي في الآخر هي ما فاتحة كجمعية خيرية أو كده، هي برضو عندها منصرفات وأرباح وهم جايين ليحققوا بروفيت، فهو لازم يكون في حل. يعني هي من ناحية حتزيد بارتفاع الدولار، هي أصلا حتزيد، فهم يا إما يرجعوا حاضر الصادر الحاصل بتاع الصادر، اما يكون في تامين صحي، يعني تامين صحي بجد يعني اوكي شامل لكل الناس، يقدر يساعدهم بالذات للناس الدخل المنخفض. والله الدواء ارتفاعه بقى عالي جدا، يعني زمان الدواء اللي بتشتريه ب 100 اللي بتشتريه ب 400، يعني ثلاثة اضعاف. كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم عن كثير من التحديات التي شهدتها الفترة الإسعافية في قطاعات الكهرباء والنفط والمعادن، مما تطلب أعمال دؤوبة في مجالات الصيانة ومعالجة الأوضاع بإحلال سيادة القانون والعمل بشفافية من أجل استقرار وزيادة الإنتاج في القطاعات الثلاث وتعظيم العائد الاقتصادي منها. وأوضح في تصريح صحفي الإنجازات التي تمت في قطاع الكهرباء في ظل الخطة الإسعافية التي وضعت في عدة مستويات، كانت البداية بالصيانة الطارئة مع وضع خطة لمشاريع طويلة ومتوسطة المدى. وأبان أن التعاون مع دول الجوار يشهد تقدما كبيرا، خاصة مع دول أثيوبيا ومصر وحكومة جنوب السودان. وقد انتظم الربط الكهربائي مع دولة أثيوبيا في حدود 100 إلى 120 ميجاوات، كما اكتمل الربط الكهربائي مع جمهورية مصر. ووصف العلاقات مع دول الجوار بأنها متميزة. نشيد كل الشعب السوداني بمجهود هؤلاء المهندسين والعاملين في الكهرباء، توليد الماء وكذلك في توليد الحرارة، جرت صيانات وعمل دؤوب ليل نهار قام به المهندسون في محطات بحري ومحطة أم دباكر وجنوب ربك قريبة من مدينة كوستي، محطة كبيرة جدا تمت فيها صيانات مهمة جدا كانت لاستقرار تيار الكهرباء. صيانة أم دباكر أوشكت على الاكتمال إلا أن ظروف الحظر الدولي بسبب جائحة الكورونا أثر قليلا في تأخير بعض القطع الغيار من الهند ووصول بعض الفنيين المهندسين من الهند. هذا وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إن ممارسات النظام السابق وفشله في الاتفاقيات الدولية مع بعض الدول والشركات الكبيرة تسببت في عرقلة اتفاقيات مع بعض الشركات مثل أدنوك وأرامكو وبعض الشركات الأخرى، مبينا في تصريح صحفي أن الأمر خلف ديون كبيرة. وكشف الوزير عن اكتمال إجراءات التحقيق في كثير من قضايا الفساد المالي والإداري بقطاع الطاقة والتعدين والتي بلغت 14 قضية وتم إرسالها للنائب العام، وهناك قضايا أخرى يجري التحقيق فيها، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحكومة الانتقالية تمت إزاحة كثير من الرؤوس المهمة لأنصار النظام البائد في قطاع البترول من الوظائف القيادية والمهمة في قطاع البترول بعد أن تأكد لهم عدم تقبلهم للتغيير. هناك لجنة تحقيق
تكونت منذ البدايه للتحقيق في كثير من التجاوزات الماليه التي ترعى درجه الفساد والتجاوزات. لجنه كبيره حقيقه كونها اكملت التحقيق في عدد كبير من القضايا، اكتملت 14 قضيه ارسلناها الى النائب العام لاكمال القضيه من الناحيه القانونيه. هناك قضايا اخرى ايضا لم تكتمل، وقضايا بعض لم يتم التحقيق فيها. سنقوم قريبا ايضا بتقسيم هذه اللجنه الى لجان اصغر او لجان اكثر رشاده ومتخصصه لتكمل التحقيق في المجالات الاخرى. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله أن القرار الخاص بإلغاء الإعفاءات والامتيازات الجمركية لا يشمل مدخلات ومستلزمات الإنتاج للسلع والمواد الغذائية المصنعة داخل السودان. وقال في تصريح صحفي إن هيئة شرطة الجمارك تعمل كالمعتاد كما كان الأمر سابقا بالنسبة لمستلزمات ومدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية فيما يتعلق بالسلع الغذائية. وشكر القطاع الخاص وثمن عاليا مبادرة الغرف الصناعية والتجارية لبرنامج من المنتج للمستهلك لتستمر في جداولها المتفق عليها مع الشركاء من القطاع الخاص ولجان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير ولجنة معاش الناس لتوصيل السلع بأسعار الجملة وجودة أفضل للمواطنين في مواقع السكن. وأكد أنه سيتم توسيع المبادرة لتشمل كل مدن السودان. أكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أن وزارة الري بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد إلا أنها تعمل في التحضيرات للموسم القادم. وقال ياسر في المنصة الموحدة لمكافحة كورونا إن وزارة الري تعمل في ظروف مرتبطة بمواقيت محددة، حيث تعمل على تجفيف القنوات اعتبارا من اليوم الأول من إبريل وحتى 25 من مايو الحالي لتتم صيانة الأبواب والقنوات والطلمبات استعدادا للموسم الزراعي القادم. وأضاف: نأمل أن يكون ناجحا مثل الموسم الزراعي السابق، خاصة مشروع الجزيرة الذي فاق معدل إنتاجه 15 جوال للفدان الواحد. وقال الوزير إن تحضيرات الوزارة فيما يخص حصاد المياه ومياه الشرب تسير على قدم وساق وليس بالأمر المطلوب، منوها إلى تأخر بعض الإنجازات في مجال الحفائر والسدود الصغيرة نسبة لمشاكل الوقود في المناطق النائية في شمال دارفور وسد بوط.